كثير لكم فرقة كورال الكنارة الروحية. أكيد فتنا بالأجواء الروحانية وأجواء الميلاد يلي منتمنى ما تخلص. هذا الشهر شهر 12 بيكون مميز جدا لأنه شهر الأعياد، شهر الزيارات، شهر هيك نرجع نحب بعضنا أكثر وأكثر وناخذ من تعاليم الميلاد. تأسس كورال الكنارة الروحية بعام 2015 ببركة ورعاية البطريرك يوحنا العاشر. هو كورال كنسي أرثوذكسي تابع لبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. بيضم الكورال العديد من المرنمين يلي بيمتلكوا المعرفة الموسيقية الكافية والأصوات العذبة مثل ما كنا عم نسمع. تماماً يا ورد، وهدف هذا الكورال هو إحياء التراث الكنسي ومحاولة القيام بنقلة نوعية بالترتيل. لنعرف أكثر عن شو بدنا نحكي اليوم وشو هي الأنشطة القادمة بفترة الأعياد، صار معنا الأستاذ لؤي طنوس مسؤول الإعلام وأستاذ موسيقى للمستوى الثالث. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صار لازم نبلش نقول كل عام وأنتم بخير. عن جد لأنه فوتونا بأجواء الميلاد هيك على بكير شوي. أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية. أنتم تحضيراتكم يمكن مبلشة من فترة، ريسيتالات عندكم هيك نشاطات. خبرنا بالبداية عن كورال الكنارة الروحية والاسم اللافت، يعني بيحتاروا كنارة كنارة، من وين جبتوا الاسم؟ الاسم جاي من الكنارة، هي مرادف قديم لكلمة القيثارة. أوكي. فهي القيثارة الروحية لأنه نحن دائما معظم أمورنا هي روحانية، بتكون بنقدم تراتيل كنسية
ومنقدم اغاني روحيه واناشيد. من 2015 تاسستوا او قبل شوي؟ 2015 بلشنا ببركه صاحب الغبطه البطرك يوحنا العاشر وبحضور الارشمندريت ملاتيوس شطاحي هو اللي اسس الكورال. بلش الكورال بانه هو جمع مجموعه من المرنمين بمدينه دمشق اللي بيعرفوا اصول الترتيل والموسيقى البيزنطيه وقراءه النوطه. وبعد فتره من الزمان بلشنا نفتح صفوف وتدريس بهذا الشيء. نحن بنعمل كل فتره فحوصات قبول وبنبلش حسب المستوى الشخص قديش بيعرف يقرا نوطه بيدخل وبيبلش يدرس كل فتره بيترفع من مستوى لمستوى. تمام. هلا حاليا نحن شيء 70 شخص بجوقة الكبار وجوقة الاطفال حوالي 60 طفل. برافو. ان شاء الله يعني ان شاء الله كل التوفيق يا رب. دائما بس نسمع تراتيل هي الاصوات العذبه ونسمع نوع معين بنقول انه فتره الاعياد قربت، بتحس بوجود فعلا وتقرب للكنيسه انه هي الاجواء نحن بنشوفها ضمن الكنيسه. الاصوات الحلوه اللي كنا عم نسمعها لازم يكون مرافقه الات موسيقيه ولا لا؟ هي اصولها انه نسمع هذا الصوت العذب لحتى توصل الكلمه صح. هلا كنسيا وكموسيقى بيزنطيه هي ما بترافق الالات الموسيقيه. ما بعرف اذا لاحظتوا كان في عم بيرافق صوت ثاني يسمى بالايسون او التالات. هن بيكونوا صوتين ماشيين مع بعض. فبقلب الكنيسه نحن ما بنستعمل الات موسيقيه، بس كورال كنارا بلش يدخل الاوركسترا مو بقلب الكنيسه، بالامسيات والريسيتالات اللي بتنعمل. شاركنا عده مرات مع اوركسترا اورفيوس بدار الاوبرا بمسرح الحمراء، وكان لنا بجامعة البلمنت بلبنان. كانت هي نقلة نوعية نوعا ما بالموسيقى لأنه كان في دمج ما بين الأوركسترا وما بين الموسيقى البيزنطية، ولكن بقلب الخدمات والصلوات الكنسية ما بنستعمل الآلات الموسيقية. تمام. منضل محترمين طقوس الكنيسة ومنضل محترمين تعاليمها. نحن منروح لشيء اسمه الدراسة والتدريس. حضرتك مدرس للمستوى الثالث. تمام. وكمان عضو بالكورال. تمام. شو الصعوبة اللي عم تواجهها مع هيك الشباب الجداد اللي جايين على الكورال؟ شو أكثر شيء اليوم صعب عليهم؟ هلا أصعب شيء بالموسيقى، الموسيقى هي مثل اللغة. ففي مشكلة إذا أنت اليوم كانت هي مرة بالجمعة، يعني اليوم إذا أنت بتسجل دورة إنجليش يعني أربع أيام بالشهر. إيه، إذا بتروح مرة بالأسبوع فأنت ما رح تتعلم إنجليزي، بتصير تعرف شوي عنه. فهي الفكرة إنك أنت بحاجة متابعة بشكل دائم بالبيت. الموسيقى نفس القصة، انت كل يوم بدك تقرا ولو ربع ساعة او تسمع او تجرب لحتى فانت بتعاني احيانا بانه الاشخاص ما بيكون عندها وقت كافي او ما بيكون عندها طاقة انه هي تتدرب بشكل معتمدين على الاستاذ 100%. اكيد شو بيعطينا الاستاذ خلص، بس بالبيت لحالنا لا بتعاني منها هي احيانا. ايه، بس مع الوقت بصير في بتشجع الشخص لانه هو بيحب الشيء اللي عم بيتقدم، فبيصير في عنده اندفاع انه هو يحضر لحاله بالبيت. فبجوز اول فتره تكون صعبه شوي. صحيح، يعني الشغف دائما بالاشياء اللي نحن بنحبها، وبتحس فورا يعني بفتره الاعياد الواحد لحاله بيتشجع. تمام. بتكتر بقى التدريبات. رح نحكي عن كورال الكناره لبعدين، شو ناويين؟ شو لوين بدنا نوصل؟ نحن صرنا مثل ما عم تقول 70 شخص وعندنا 60 طفل، شو المشاريع القادمه؟ هل هي بس قائمه بفتره الاعياد ولا لا؟ نحن مستمرين كمان خلال السنه؟ لا، نحن على مدار السنه بنشتغل. اجتماعاتنا دوريه، اجتماعات الجوقه الكبيره اللي بنحضر فيها لريسيتالات او للخدمات الكنسيه الاحتفاليه. وفي عنا اجتماعات الموسيقى اللي بيدرسوا فيها. نحن كل فتره وفتره دائما في عنا انشطه ما أنا مرتبطة بس بالأعياد. هي الأنشطة بتكون هي عبارة عن الخدمات الاحتفالية، كل اللي بترافق صاحب الغبطة لما بيكون في عنده أداديس أو أداديس احتفالية دائما بتكون كورال الكنارة موجود. دائما في عنا ريسيتالات على مدار السنة مو بس بفترة الميلاد يعني. ولكن هي تكثر يعني وتنشط بهي الفترة لحتى فعلا نحيي يعني أي شيء موجود بهي الفترة. تمام. بروحانيات حلوة، يمكن بالفصح بالميلاد بتكثر هالأمور. تمام. ولكن حلو أنه أنتم جامعين الشبيبة، جامعين هيك هالطاقات الشابة اللي حابة تعمل شيء بظل الظروف الصعبة. كنا عم ندردش تحت الهواء أنه قديش أنا بحيي كل حدا اليوم عم يسافر من محافظة لمحافظة بس ليوصل الروحانيات تبعه، الفن تبعه. هذا الموضوع جدا مكلف ماديا، هذا الموضوع جدا متعب. أكيد. جسديا. فتحية لكم ولكل الشبيبة يلي معكم من خلالكم. كلمة أخيرة لكل حدا عم يشوفنا بمناسبة الأعياد، أو إذا حدا حابب فعلا
ينضم لكورال الكنارة، كيف بده يتواصل معكم؟ كورال الكنارة هلا نحن دائما في عنا بيج على الفيسبوك اسمها The Spiritual Lear. هاي البيج في عليها رقم تليفون وفي عليها مسجز نحن بنستقبلها بشكل دائم. نحن كل فترة وفترة بننزل اعلانات، بنعمل تيست اختبارات صوت للناس اللي حابه تراغب انها هي تنضم للكورال. وعلى اساس تيست الصوت بتحدد وين هي مستواها وبشو بيشتركوا معنا. حلو، يعني الموضوع ما له كثير معقد مثل ما بيفكروا، بس انه امتلك الموهبه، امتلك الالتزام مثل ما قال الاستاذ، واكيد لك مكان ومرحب بك. اهلا وسهلا فيك، كل عام وانتم بألف خير، وشكرا للشيء الحلو اللي عم تقدموه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك.